السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الدكتور بيطلب من الطلبة انها تعمل ابحاث، فبدل ما الطلبة بتقعد تخش المكتبة وتروح المكتبات ودخلت على النت ودخلت على شات جي بي تي وكتب لها البحث كامل، طيب الدكتور يكتشف هل هم فعلا عملوه بنفسهم ولا استعانوا بالذكاء الاصطناعي؟ في مواقع كتيرة بتعمل الموضوع دوت، وانا النهارده مش جاي اتكلم عن المواقع ديت، لا انا جاي اتكلم في اكتر من فكرة، تمام؟ بس هنشوف الموقع الاول. ده مثلا موقع من ضمن المواقع، ويمثل ان هو تبع اوبن اي اي، فهو هيكتشف نفسه بنفسه، تمام؟ وتقول له مثلا سبميت، تديله الكلام، تمام، عشان تتاكد هل فعلا ده نسبته قد ايه، ويبدا يجيب لك النسبه دي، تمام. طيب هيبدا يديك قال لك ان ده الذكاء الصناعي هو اللي عمله. طيب نجرب موقع تاني اهوت. يبدأ يعمل اناليسيس للتكست، وصراحة ده اكتر موقع يعني نتيجته قريبة للحقيقة. في الموقع ده اي كلام، لان هو قالك ان ده اقرب ل بنسبة 67 ده الانسان اللي كاتبه، وبنسبة 33 فيك، تمام. و الشات جي بي تي بيجيب منين؟ ما هو بياخد من المقالات، بياخد قطعة من هنا وقطعة من هنا وقطعة من هنا، فوارد ان تكون القطع في انسان فعلا كتبها لكن هو قادر يدمجها مع بعض. طيب في كذا موقع هسيبه لكم وانت تجرب الفكره، تمام، وتشوف اي موقع فيهم النتيجه بتاعته موثوق فيها، تمام. ده فشل اهو. اكتر اتنين موثوق فيهم ده ودوت، لان ده تبع اي وده انا جربت اكتر مرة. المهم مش هي دي الفكرة، المواقع كتيرة وموجودة، لكن هي الفكرة كلها ان القواعد اللعبة اتغيرت، فالدكتور ممكن يبقى عامل حسابه ان الناس هتستعين بالآلة الحاسبة، الناس هتستعين بجوجل، الناس هتستعين بالذكاء الاصطناعي، دي حاجات ما تقدرش تقف قدامها، انما يقدر يغير قواعد اللعبة. يعني نقول له هات البحث، تمام، وانا مش هدور وراك ولا هقول لك احلف، لكن هناقشك انت كاتب دلوقتي تمكين الاستخدام الامن للروبوتات والاتمتة في المجالات الخطرة، تقصد ايه بالاتمتة في المجالات الخطرة؟ تقصد ايه بتحسين الادارة والتخطيط الحضري؟ اديني امثلة، تمام. مش ده اللي انت كاتبه؟ تمام، وانا بقول ان انت مستعين بالذكاء الصناعي ما فيش مشكلة، بس ليه كتبت دوت؟ بالعكس ده احسن بكتير من مجرد ان هو يجي يقعد يكتب. ليه؟ لانه بيفتح المواضيع وتعمل مناقشة مع الطلبة، يعني بتقعد الطلبة، أصل الفكرة مش كلها مين اللي ينجح ومين اللي يسقط، الفكرة كلها إن تطلع ناس عندها قدرة على الإبداع وتقدر تفكر. يعني كنت بتكلم مع دكتور متخصص في حاجة بيولوجية، يعني هو من أحسن الناس في العالم في المجال دوت، فلما تسأله الفيتامين إيه موجود في أنهي حاجات، معرفش يعني الأساسيات بتاعة العلم بتاعه هو معرفوش، لكن يعرف يجيب المعلومة منين، ما بيقعدش يحفظ، لكن هو بيفكر في الجديد ويقعد يبدع حاجات جديدة. فاحنا عايزين الناس ما تقعدش تحفظ، الناس تقعد بقى ايه، خلاص الذكاء الاصطناعي ممكن يجيب لي التواريخ، انا مش هقعد احفظ التواريخ، لكن هبقى فاهم في منهج التاريخ. يعني كان انا مثلا يعني كتاب مثلا ابن خلدون بتاع التاريخ، الناس مركزه على المقدمه لان ده الفكر، فدي نقطه مهمه جدا، ان اهم حاجه ان انت يبقى عندك قدره على تحليل الكلام، وده اللي الدكتور يعلمه للطلبه، ان هو الكلام هو موجود اهو، حللوا لي الكلام دوت وفهموه كويس وتعالوا ناقشوني فيه، وقولي لي مثلا والله احنا استعنا بالذكاء الصناعي لكن الكلام اللي هو قاله مش مظبوط، تمام. خلي بالكم ان الذكاء الصناعي كتير بيديني مراجع غير موجوده، تمام. يعني لو قلت له مثلا اريد مراجع في العلاقه بين البيم والقيمه المضافه او value engineer، تمام. طيب هنشوف بقى ايه، ما ترددش لحظة انه يذكر المراجع، هل المراجع دي حقيقية ولا مش حقيقية؟ لازم تعمل سيرش وتدور، تمام. يعني انا اللي بقول انها حقيقية ولا مش حقيقية، انا لسه ما شفتش المراجع دي، لكن وارد ان انت تدخل ما تلاقيش اصلا،
تمام، شكل ما فيش. طيب لما تيجي تدور اصلا في البحث بتدخل على جوجل سكولر عشان يجيب لك نتائج علمية صح يعني. ماشي، تقدر بقى تكتب اللي انت عايزه وتشوف هل فعلا المراجعة دي موجودة ولا لأ. مفيش بحث مسجل في جوجل سكولر بدوت يعني، مع احترام للاسم الكتاب واسم المؤلفين، انا ما اعرفش هل فعلا هل في حاجه بالاسم ده ولا لا، بس وارد ان شات جي بي تي يالف. تمام، يعني انا لما بساله حاجات خاصه بي انا قاعد يالف، لما كنت بساله ايه هي بيم اريبيا فقال لي ده اسم كذا، وقعد يقول حاجات لها علاقه لها بالواقع والزبائن بتشكر فيها ومش الزبائن بتشكر فيها، فالكلام ما بتاخدش يعني تصديق للشات جي بي تي، لان هو عباره عن يعني، تعال نسال انت عباره عن ايه. ما هو شات جي بي تي؟ معالج لغوي، نموذج لغوي متدرب على مليارات الكلمات والجمل من قبل اوبن اي اي، فهو مش اله، فوارد جدا ان هو يغلط ومفيش اي مشكله، لكن نصلح له. تمام، طيب انا سالته على بيم اريبيا فقال انها تاسست في السعوديه 2012، طبعا المعلومه دي غلط، فبعمل ايه؟ بقول له لا المعلومه صحيحه كذا، يروح قايل لي خلاص ماشي، يبدا ان هو ايه يصلحها وهكذا، واحده على واحده بيبدا ان هو قاعده البيان بتاعته تبقى افضل. لذلك احنا بنتحاور معاه، كل مره بتحاور معاه هو بتزداد الجوده بتاعته، بتزداد المزايا بتاعته، لكن احرص ان انت ما تحطش معلومات شخصيه او معلومات الشركه الخاصه بتاعتك ما ترفعهاش نت، لان هو وارد ان حد يساله سؤال فياخدها كوبي بيست ويديها له، فخلي بالك من النقطه دي. نرجع للاقتباسات، ما فيش اي مشكله ان انت تستعين بشات جي بي تي كانك بتستعين بصديق او اي حاجه، لكن تبقى فاهم كويس جدا ايه اللي هو قاله وتدور في كل سطر وتعيد الصياغه، يعني بحيث لو هم عندهم اقوى حاجه بتكتشف الاقتباس، انت مش اقتبست، انت حطيت الصيغه بتاعتك. طيب من ضمن الحاجات ان انت ممكن بعد ما تساله مثلا وهو رد عليك ما مزايا الذكاء الاصطناعي، ممكن تقول له ايه؟ اعد الصياغه، دي حركه سريعه بقى، اعد الصياغه بحيث لا يتم اكتشاف ان الذكاء الاصطناعي هو الذي كتبها، يعيد لك الصياغه تاخد الكلام ما يقدرش يكتشف. يجيب لك نفس الجملة الأخيرة لكن يعمل لها إيه؟ إعادة ترتيب. فالذكاء الصناعي المفروض يبقى يدرس في الجامعات والدكتور يعلم الطلبة إزاي تستخدمه، وصعب إن أنت تمنعه يعني. الدول اللي معاها حتى الآن إيطاليا، لأن هي خايفة من السرية وخايفة من الخطورة بتاعته، وطلبت بعض التعديلات عشان تسمح بيه، إن يبقى فيه معرفة المعلومات بتتحرك ازاي والمعلومات سرية المعلومات والحاجات دي كلها. دي قصة تانية ان شاء الله نبقى نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله. شكرا.